الماء مصدر الحياة والموجود في الطبيعة بأشكاله الصلبة والغازية والسائلة. يغطي 3/4 الأرض. إنه القوة الكبرى التي أثرت على بناء الحضارات ورسم الحدود على مر التاريخ. لا لون له ولا رائحة، لكن الحياة بدون الماء ستكون أشبه بحياة تحت الأرض لا طعم لها ولا لون. كما أن هذه الأعجوبة الطبيعية تشكل أساس المشروبات الأخرى، مثلاً المشروبات الغازية التي لا غنى عنها منذ أيام طفولتنا، ومشروب عصير الليمون المنعش الذي تقدمه لنا أمهاتنا بارداً. لكن ما هي المراحل لهذه المشروبات المصنوعة من مياه الينابيع الطبيعية والمعبأة في القوارير والتي تمر بها قبل أن تصل إلى موائدنا؟ بعد قليل في الطعام رحلة، كيف تتحول هذه الأنابيب الصغيرة إلى قوارير؟ ماذا يوجد في المشروبات الغازية؟ لماذا تتم مسطرة المشروبات؟ كل هذا وأكثر بعد قليل في الطعام رحلة. يطرح الإنسان يومياً 2.5 لتر من الماء من جسمه بطرق مختلفة، لكن يجب استرجاع هذه الكمية من الماء لضمان استمرارية وظائف الجسم، لكننا مع الأسف لا نفعل هذا بصورة منتظمة. هيا بنا الآن لنشرب كأساً من الماء. أين كنا؟ ها؟ في الأساس 3/4 الأرض ماء، لكن الماء العذب لا يشكل سوى 62% فقط من هذه المياه. وفيما الكثافة السكانية في العالم تزداد، فتزداد معها الحاجة إلى الماء. ومن أجل تلبية هذه الحاجة عبر أكثر الطرق صحية، هناك معامل ضخمة قيمتها ملايين الليرات تعمل على ذلك. هذا أحد أكبر معامل إنتاج المشروبات في تركيا. تصل المياه من قمم أولوداغ إلى المعمل عبر خط أنابيب يبلغ طوله 26 كيلومتراً، بعدها تعبأ على شكل مياه ينابيع الطبيعة أو مشروبات غازية أو على شكل شراب الليمون. لكن كيف يتم ذلك؟ ما هو الغاز الطبيعي الذي يوضع في المشروبات الغازية والذي يجعلها لذيذة؟ ألف الأمونيا، باء الأكسجين، جيم ثاني أكسيد الكربون. هنا يتم جمع مياه الينابيع الطبيعية القادمة من ينابيع مختلفة، وقبل الاستعمال تخزن في هذه الخزانات الضخمة غير القابلة للصدى. هيا لننتقل إلى خط التعبئة. في هذه الوحدة تتم تعبئة 36,000 قارورة مياه في الساعة. أجل، ما سمعتموه صحيح، 36,000 قارورة في الساعة. والآن وصلت مياه الينابيع الطبيعية إلى وحدة التعبئة، حيث تعبأ المياه كما هي دون أن تخضع لأي عملية باستثناء الفلترة الفيزيائية. لكن ليس كالفلترة بقطعة قماش، فأبعاد الفلاتر دقيقة جداً بقطر 0.65 ميكرون. نفلتر المياه القادمة من سفوح أولوداغ بغرض إعدادها للإنتاج، وبعد انتهاء الفلترة نحصل على مياه تمت تنقيتها من الشوائب والملوثات والجزيئات الفيزيائية. لكن أين ستعبأ هذه المياه؟ ها هي العبوات قادمة.
هذه العبوات القاسية الشبيهة بالزجاج المعروفة باسم البريفورم ستتحول إلى قوارير. تسكب هذه البريفورمات في خزانة الآلة، وعندما تصعد للأعلى إلى وحدة التعبية تنتظم في الصفوف. تمر أولاً بوحدة إزالة الغبار، ثم بالأشعة فوق البنفسجية ليتحقق التعقيم. بعدها تذهب البريفورمات إلى مكانة القالب لتتحول إلى قارورات بتطبيق ضغط 40 باراً عند حرارة 100 درجة. الآلة التي تحوي على 20 قالباً تضخ الهواء على البريفورمات الساخنة لتأخذ شكل القالب. سرعة فائقة. ها هي البريفورمات تحولت إلى قوارير، لكنها لا تزال ساخنة. فإن جرت تعبئتها وهي ساخنة ستصاب بصدمة حرارية، لهذا يطبق تبريد السقف قبل التعبئة في وسط هوائي معقم. والآن حان وقت التعبئة. هذه الآلة تحوي على 120 رأس تعبئة وتحقق التعبئة بسرعة فائقة. القارورات التي أحكمت أغطيتها أوتوماتيكياً بعد تعبئة المياه أصبحت جاهزة. وماذا عن المشروبات الغازية التي تصنع من مياه الينابيع الطبيعية من أولوداغ، والتي كنا نعتبرها في طفولتنا لعبة بغطائها الجميل، فكيف تصنع؟ المشروبات الغازية نوع من المشروبات تتكون من الماء والسكر وغاز ثاني أكسيد الكربون الطبيعي، لكن هناك أيضاً محلول يضفي لذة على المشروبات الغازية. ها هي قارورة المحلول تتجه إلى المختبر لإعدادها. هيا معاً لنعرف كيف يحضر. وأخيراً، هل أعطيتمونا بعض المعلومات عن محتوى هذا المحلول؟ حسناً، هذا المحلول سر يحتفظ به المعمل منذ نحو 90 عام. كنا قد سألناكم عن الغاز الذي يوضع في المشروبات الغازية. الجواب هو ثاني أكسيد الكربون. لا يمكن الاستغناء عن هذا الغاز في صنع المشروبات الغازية، لأنه يمتزج جيداً مع الماء ويجعل المشروبات طازجة لمدة أطول، ويستخرج من بخار الماء. بينما ننتظر أن يختلط السكر بالماء، يصل المحلول إلى وحدة إعداد المشروبات. مع هذا القدر القليل من المحلول، نحصل على 100,000 قارورة من المشروب الغازي. يبدأ إنتاج المشروبات الغازية بالسكر والماء. نستخدم مسحوق السكر الكريستالي المستخلص من سكر القصب، والماء المتدفق من الجبال الموجودة في منطقتنا، ويتم خلطه بالسكر وتنقيته ضمن شروط مناسبة. تصل إلى خزان خلط المياه التي تحتوي على نسب مناسبة من المعادن، إضافة إلى المشروب الذي تم إعداده. وهنا يضاف غاز ثاني أكسيد الكربون ليحصل المنتج على حالته النهائية. أصبح المنتج جاهزاً ينتظر القارورات. ها، لقد أتت. تأتي القارورات في منصات وتؤخذ بواسطة الآلي لتوضع على شريط متحرك.
تتقدم في صف واحد وتعقم قبل أن تتم تعبئتها. كل شيء أصبح جاهزاً ويمكن الآن التحرك باتجاه تعبئة الزجاجات. أجل، ها هي تعبأ. تعبأ بواسطة عصا التعبئة بشكل مائل قليلاً حتى لا تتشكل الرغوة. تعبئ هذه الآلة 32 ألف قارورة في الساعة. أما الأغطية القادمة من خزان آخر فتلتقي بالقارورات فور الانتهاء من التعبئة. مهلا، فلدينا تحليل المنتج الذي يجري باستمرار. يجب أن تكون نسبة ثاني أكسيد الكربون 9.5 غرامات في اللتر الواحد، كما هو محدد بحسب خواص المنتج، فيتم فحص هذه النسب عبر قياس الضغط والحرارة. إذا اتضح أن النسب خارج المعايير، عندها يتم التدخل في الإنتاج. لكن هذه المرة، كل شيء على ما يرام. كيف تتم تعبئة المشروبات الغازية في عبوات؟ هذه الوحدة تعبئ 36 ألف عبوة في الساعة. تتقدم العبوات المفتوحة على الشريط المتحرك وتخضع لفحص الشكل، وتعقم من الداخل بالماء النقي، وبعدها تدخل إلى آلة التعبئة. يوجد في آلة التعبئة 52 رأس تعبئة، حيث تتم التعبئة بسرعة كبيرة. بعد وضع الأغطية عليها، تذهب العبوات إلى مكانة التدوير ليتم التأكد من عدم وجود أي ثقب فيها. يتم الفحص الأوتوماتيكي للمستوى والأغطية في الزجاجات المتقدمة على الشريط المتحرك ليخرج السليم منها ويخضع لعملية البسترة. تتم البسترة عند حرارة 60 درجة، حيث تكون البسترة من نوع الرش. هذه الآلة تقوم ببسترة 40 ألف قارورة في الساعة، فيها 11 حوضاً مستقل. في الأحواض الثلاثة الأولى ترتفع حرارة المنتج تدريجياً ليبقى نحو 15 دقيقة، وبين الأحواض من الرابع إلى الثامن تفوق الحرارة 60 درجة، ثم لحرارة متوسطة ليبرد في طريقه إلى الأحواض الأخرى. تستغرق هذه العملية ساعة واحدة، لكن ما هي الغاية من البسترة؟ الهدف من عملية البسترة القضاء على الميكروبات التي لا نستطيع السيطرة عليها لنحافظ على الطعم والنكهة للمشروبات، ونقوم بهذه العملية عن طريق آلات البسترة الحديثة التي تعرض المنتج لحرارة عالية. عبر البسترة يتم القضاء على الميكروبات بالحرارة. تخيلوا عود كبريت، لإشعاله نحتاج إلى حرارة ومادة قابلة للاشتعال وأكسجين، فالعود لا يشتعل بغياب إحدى هذه المواد، وبنفس الشكل يفسد الغذاء. فعندما تجتمع الميكروبات مع الهواء يفسد الغذاء. لكن بتطبيق الحرارة يقضى على الميكروبات، لتطول بذلك مدة صلاحية المنتج دون إضافة مواد حافظة. بعد قليل فيه الطعام رحلة. لابد أن كل واحد منا حضر إبريقاً واحداً من شراب الليمون، لكن كيف تتم تعبئة ملايين اللترات من شراب الليمون؟ هل تعرفون نوع السكر الذي يدخل في صناعة شراب الليمون؟ كل هذا وأكثر بعد قليل في الطعام رحلة. ريثما تذهب عبوات المشروبات الغازية من البسترة إلى قسم التعبئة، ننتقل إلى شراب الليمون والذي لا يقاوم. Hey!
إن منحتكم الحياة ليمونة فاصنعوا منها شراب الليمون. شراب الليمون المصنوع في المعامل يختلف عن الذي يتم تحضيره في المنزل، فالمعامل لا تستعمل عصير الليمون بل تستعمل عصير الليمون المركز. ولكن لماذا؟ لا نستعمل عصير الليمون لأن تكاليفه مرتفعة، بل نستخدم المركز الذي نحصل عليه بتبخير المياه التي فيه وتكثيفه حوالي 7 أضعاف لنقوم بتوريده بالبراميل. ليدخل عصير الليمون المركز والمعقم إلى خط الإنتاج أثناء إعداد مشروب الليمون. أي تعريض عصير الليمون للحرارة حتى تتبخر مياهه وتتكثف، فاستعماله دون تركيز يحتاج لمساحات كبيرة. وهكذا نجعل 6 ليمونات في ليمونة واحدة، وبدلاً من استعمال 6 شاحنات للنقل نستعمل شاحنة واحدة. ها هي براميل سكر القصب وعصير الليمون المركز في طريقها إلى التصنيع. لكن هل تؤخذ هذه المنتجات إلى خط الإنتاج مباشرة؟ بالطبع لا. من أجل المواد الخام التي نستعملها نكون أولاً وصفة خاصة، أي نقرر المواد الخام التي نريد استعمالها ونحدد خواصها، ونفحص مدى توافق المواد الخام مع هذه الخواص التي نحددها. وبعد ذلك نكون وصفة بهذه المواد ضمن قياسات مخبرية، ثم نوسع هذه الوصفة لتستخدم في وحدة تحضير المشروب. حين يذوب سكر القصب في الماء وتطبق البسترة، تتم إضافة عصير الليمون المركز. بعدها تضاف المنكهات والملونات الطبيعية ليصبح المشروب النهائي جاهزاً. تركيز المشروب النهائي هو نحو 5 أضعاف تركيز شراب الليمون، لذا نقوم بإضافة الماء والخلط ليذهب بعد ذلك إلى عملية التعبئة. نسمي دمج الماء بالمشروب النهائي بمرحلة الخلط. في هذه الخلاطة يوجد المنتج شبه المعالج، حيث يخلط المشروب بالماء ليصل إلى حالته النهائية. لكن هذا غير كاف للانتقال إلى مرحلة التعبئة. أولاً يجب أن يفحص هذا الخليط في المختبر، لذا يتم اختبار جميع المكونات من حيث درجة الحلاوة والحموضة واللون وغيرها من الخصائص، حتى أنه يتم إعداد عينة كأنموذج. إن جاء كل شيء وفق المطلوب ينتقل الشراب إلى التعبئة، وعندها تطبق البسترة مجدداً على المنتج النهائي. إلى حين ذلك لنرى البريفورمات، الشكل الأولي للقارورات. تدخل البريفورمات آلة التعبئة بالتسلسل، ثم تمر عبر وحدة إزالة الغبار. بعدها تخضع للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية. كما هو الحال في قارورات المياه، تنتفخ قارورات شراب الليمون وتأخذ شكل القالب في حرارة تفوق المياه. قبل الانتقال إلى التعبئة وعند التبريد تؤخذ عينات من القارورات ليتم فحصها، فإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية تلتقي القارورات بشراب الليمون. لماذا يكون الليمون حامضاً؟ ألف، لأن الفيتامين جيم الذي يوجد فيه بكميات كبيرة حامض. باء، لأن حمض الستريك الذي فيه حامض لذا يكون الليمون حامض. جيم، لأن حمض البانتوثينيك الذي فيه حامض لذا يكون الليمون حامضاً. لا يسمح بدخول الهواء الخارجي إلى هذا النظام، ولا يوجد فيه نافذة من أجل الفحص والتحكم، وإلا فإن الآلة ستتوقف وتطرح كل ما فيها، وعندها يجب إعادة تعقيم النظام كله. لكن هذا غير وارد، فالأمن مستتب والتعبئة مستمرة. تتسع هذه القارورات ل1000 مللتر، ولا يجب أن تكون أكثر ولا أقل، لذا تجري التعبئة بمقياس الحجم. آلة التعبئة سريعة جداً، تعبئ 43,000 قارورة في الساعة قبل إغلاق القارورات بالأغطية. تضخ فيها كمية من الأزوت حتى تتماسك ولا تنحني. يكسب الأزوت القارورات مقاومة ثم يتلاشى خلال يوم. أجل، هي الأغطية أيضاً صارت في النظام. يتم إغلاق القارورات بالأغطية بنظام أوتوماتيكي،
فيما يمكن للإنسان أن يفتحها بقوة دوران تبلغ نحو 15 كيلوغرام تقريباً. ها هي القارورات أخذت مكانها على الشريط المتحرك وقد حان وقت الفحص. هذا النظام المزود بالكاميرات يحيد القارورات المعطوبة، فإن وجد مشكلة في القارورات أو الأغطية أو مستوى التعبئة فإن النظام لا يسمح بتمريرها. هنا تعمل كل آلة بسرعة تفوق سرعة الآلة التي قبلها بعشرة بالمئة، لكن لماذا؟ لأن الجهة الخلفية يجب ألا تتوقف. إذا كان قسم التعبئة ينجز 43,000 قارورة في الساعة، فعلى قسم وضع اللصاقة أن ينجز 47,000 قارورة في الساعة. في قسم وضع اللصاقة تأتي اللصاقات على شكل لفافات فتقص وتلصق على القارورات، فيما تتولى الكاميرات مسؤولية انتظام اللصاقات. كل شيء جاهز تقريباً، والآن حان وقت التغليف. تغلف كل 4 أو 12 قارورة معاً وتوضع على العربات بواسطة آلي. يستعمل النايلون الأزرق للتغليف النهائي، وذلك للحفاظ على شراب الليمون من أشعة الشمس. وفي النهاية، مع لصق رمز المتابعة على الغلاف الخارجي، يصبح شراب الليمون جاهزاً للخروج إلى الأسواق. قد سألنا عن سبب حموضة الليمون، والجواب هو حمض الستريك. في الكيمياء تمتاز الأحماض عموماً بالطعم الحامض، والقلويات تمتاز بالطعم المر. يحتوي الليمون والحمضيات الأخرى على نسبة عالية من حمض الستريك الذي يكون حامضاً نظراً لتركيبته الكيميائية، ولهذا السبب يطفي المذاق الحامض. في هذا المعمل يتم إنتاج 200 مليون لتر من المشروبات سنوياً، فيما يتم استهلاك ملايين اللترات من المشروبات يومياً في العالم. لذلك ينمو هذا القطاع يومياً ليواكب هذه السرعة. يجلب الماء من المنبع، يخضع للفلترة، يمتزج بالسكر ويضاف إليه المحلول ليصبح مشروبات غازية. يمتزج بالسكر ويضاف إليه الليمون فيتحول إلى شراب الليمون، وبهذا الشكل يصل إلى المستهلك. وإلى هنا تنتهي رحلة المياه والمشروبات الغازية وشراب الليمون.